بسم الله الرحمن الرحيم. سنقوم بمشيئة الله بشرح منهاج الرياضيات الصف الأول الابتدائي، الفصل الدراسي الثاني، الباب الرابع. درسنا اليوم يا بنات يا حلوين عن عد الكميات وتمثيلها حتى العدد 100. اكمل مخطط 100. 1 2 بعدها 3 4 5 6 7، 17 بعد 17 18، 33 34، 40 يبقى 41، 45 بعد 45 46، 47 48، 61 62 بعد 62 63، 66 بعدها 67، 69 70، 71 72 73 74 75، بتزود 1 على الأربعة ونزود هنا 1 على 7 يبقى 78، زود 1 على 3 يبقى 94، زود 1 على 6 يبقى 97، 98 99 100. هد بزيادة 10 واكتب العدد ده. هنا المربعات هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، يعني كل عمود من دولي ب10 يبقى 10 يساوي 10. اول 10 تاني 10 يبقى 10 يبقى 20، 10 الاولى، التانية، تلتة، تلت عشرات يبقوا 30. 10 الأولى، تانية، تلت عشرات، 4 عشرات يبقى 40. 10 الأولى، 10 التانية، 3 عشرات، 4 عشرات، 5 عشرات يبقى 50. 10 الأولى، 10، 3 عشرات، 4 عشرات، 5 عشرات، 6 عشرات يبقى 60. 10 الأولى، 10، 3 عشرات، 4 عشرات، 5 عشرات، 6 عشرات، 7 عشرات يبقى 70. 10 الأولى، 10، 3 عشرات، 4 عشرات، 5 عشرات، 6 عشرات، 7 عشرات، 8 عشرات يبقى 80. 10 الأولى، التانية، التالتة، الرابعة، 5 عشرات، 6 عشرات، 7 عشرات، 8 عشرات، 9 عشرات يبقى 90. 10 الأولى، تانية، تالتة، 4 عشرات، 5 عشرات، 6 عشرات، 7 عشرات، 8 عشرات، 9 عشرات، 10 عشرات يبقى 100. صل الأعداد حسب الترتيب من الأصغر إلى الأكبر. أصغر هنا وده كبير، يبقى من 10 الكام؟ 20. من 20 لـ30، نصل 20 بـ30، نصل 30 بـ40، و40 بـ50، و50 بـ60، بـ70، بـ80، بـ90، بـ100. من الأصغر إلى الأكبر، ده الأصغر، العشرة هي الأصغر والأكبر 100. صل الأعداد حسب الترتيب من الأكبر إلى الأصغر، الأكبر
100 نصيلها بإيه؟ بالـ90، بعد كده 80، 70، 60، 50، 40، نصل الـ40 بالـ30، بالـ20، ثم بالـ10. ده الأكبر وده الأصغر، 100 الكبيرة والـ10 هي الصغيرة. عد بزيادة 10 وقارن باستخدام يساوي أكبر من أو أصغر من. دول كام؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. يبقى 7 في الأحاد. بعدين 10 الأولى، 10 الثانية، يبقى 27. وين 10 الأولى؟ تانية، التالتة، 3 عشرات، يبقى 30. يبقى 27 أصغر من 30. 27 هنا أصغر من 30. 7 في الأحاد والـ2 في العشرات. 1، 2، 3، 4، 5، 6. يبقى 6 أحاد. 10 10 الأولى، 10 2، 3 عشرات، يبقى 30. يبقى 36. 1، 2، 3، 3 في الأحاد. وكم 10؟ 1، 2، 3، 3 عشرات يبقوا 30. يبقى 33. يبقى 36 أصغر من 36 أكبر من 33، ودي علامة أكبر من. عد بزيادة 10 وقارن باستخدام. يعني 10 الأولى، 10 الثانية، يبقى 20. وهنا 10 أولى و10 تانية، يبقى 10 2، يبقى 20. يعني معنى كده 20 بتساوي 20. وبكده يا بنات يا حلوين انتهى درسنا اليوم، وإلى اللقاء في درس قادم.